أنا ما قلتش حاجة غلط يا أبوي. كلامك كله غلط. يعني لما أكون عايز أعمل شغل لنفسي أبقى غلط؟ إيه غلط؟ إيه غلط؟ شغلك هو بيتك، بيت عبد الحكيم، هو ده اللي لازم تقدره. يا أبو مروان، كل حاجة هتبقى زي ما هي، أنا بس عايز مبلغ صغير أعمل شغل، شغل أنا حبه. شغلك هو تجارتك، الأرض اللي بتزرع، البيت اللي انت عايش فيه، هو ده اللي لازم تفهمه. أنا عايز أعمل حاجات تانية. قل لي يا أبوي، انت علمتني ليه وودتني الجامعة؟ منظرة؟ عشان تمسك شغل العيلة. شغل العيلة؟ الفاكهة؟ تجارة الفاكهة يا أبوي؟ كرنا وعارفينه. أنا عايز أعمل حاجة تانية. حياة تانية إيه؟ أنت كنت فلحت في الحياة الأولانية عشان تفلح في الحياة التانية؟ يا راجل، أنا بس مش عايز أكلمك عشان الهم اللي أنت فيه. أقول لك إيه؟ أنت لازم تخلف من نادية، إيه؟ ولو ما فيش خلفة منها تتجوز عليها، تجيب عيل ولا تنين، هم دول اللي حيعدلوا دماغك ويخلوك تفهم. اسمع كلام، أنا فاهم أقول لك إيه؟ ماشي يا أبوي. على فين؟ طلع نام. هذا اللي انت فالح فيه، طلع نام، والصبح اطرح المكتب تقعد شوية وتختفي وما حدش عارف لك طريق، وسيبني للهم اللي انا فيه. هم ايه؟ هم ايه يا ابوي؟ كل ده عشان قلت انا عايز شغل النفسي. هم مرات عمك وبناتهم. مالهم دول كمان؟ هنسيبهم في مصر ده؟ نجيبهم يعيشوا معانا هنا؟ ما ينفعش. انا اقول لك ايه اللي هيحصل يا ابوي، بس ما تزعلش مني، انت تعبان وقلقان وضميرك مأنبك عشان انت عارف ان ليهم حق. يا ابوي اديهم فلوسهم، ان شاء الله يرموها في البحر. يا ابوي ده حق ربنا، حق ربنا، محدش يقدر يتكلم فيها. انا مش عايز الناس Oh,